شارك سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء الحواري بحضور عدد من الطلبة والأخصائيين في جامعة هارفارد العريقة عقد في مركز بليفر التابع لكلية كيندي بالجامعة واستعرض السفير في كلمته شراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في العديد من المجالات ومن اهمها المجالات الدفاعيه والامنيه مشيرا الى الدور البارز الذي تقوم به الولايات المتحده في تعزيز الامن والسلم والاستقرار في المنطقه كما قدم العديد من الامثله التي تظهر الشراكه البحرينيه الامريكيه في مختلف المجالات ومن احدثها دور مملكه البحرين والتزاماتها الراسخه بدعم الجهود الانسانيه الدوليه في جهود الاغاثه وعمليات الاجلاء من افغانستان تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى والمتابعة المباشرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء